معانا الاستاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحه. صباح الخير استاذ وليد، اهلا بيك. صباح الخير. لسه من شويه كنا بنقول خبر، نهاوند بتقول خبر عن السياحه الروسيه او السياح الروس، بالرغم انه مفيش خطوط طيران دلوقتي، السائح الروسي ممكن يلف ويروح اكتر من بلد ترانزيت عشان ينزل ويجي الغردقه ويجي المقاصد السياحيه المصريه. عايز اسال حضرتك كده بدايه، في معلومات عن مرة أخرى ممكن تستأنف السياحة الروسية إمتى، وطبيعة الدول الفترة اللي جاية اللي هتصدر لنا سياحة بشكل كبير إيه؟ طيب صباح الخير وصباح التفاؤل وصباح سعيد على مصر كلها وكل المشاهدين. خليني أقول لحضرتك، أنت حضرتك قلت برضو خبر على إنه مصر من أجمل المقاصد دي. صحيح، قياسات هم بيعملوها. ده CNN قالت كده. انا بتكلم دايما من ارض الواقع، مش من ورا مكتب ولا من ورا تقرير. انا امبارح كنت في منطقه الهرم، زرتها الساعه 2:30، كان معايا ضيف مهم جدا نائب رئيس البنك الدولي، كان بيزور مصر. واقدر اقول لحضرتك انا شفت شركه معينه، الشركه دي معروفه انها بتتعامل في الكتله الشرقيه. ولقيت لها واقف 6 اتوبيسات، يعني منظر ملفت للنظر. فندهت لاحد الزملاء اللي كان موجود وبقول له انت معاك روس؟ قال لي انا معايا جزء روسي، معايا جزء من بيلاروس روسيا، ومعانا الكتله دي بدات تتحرك. بقول له الناس، قال لي بص الناس زهقت فبيجوا عن طريق حتت ثانيه. بص الكلمه، الناس زهقت فبداوا يجوا عن طريق حتت ثانيه، وبتاخد مسافه طويله منهم كمان، وتكلفه كمان اضافيه، يعني بتكلفوا اكتر في التيكتس. هم هيفتحوا لانه الضغط، هم هو عارفين الناس بدات تيجي. ما هو انا عندي هنا في مصر مرشد متحدث لغه روسيه رجع يشتغل بعد ما كان متوقف، رجع يشتغل، وهم عارفين ان الناس هم بدات تيجي. الايقاف ده هيجي عليه فتره، هيبقوا مجبرين ان هم يعملوه، او المنع ده هيبقى هيجي عليهم فتره. ما الانجليز بداوا برضه بيتحركوا. المنع ملوش مبرر، ملوش سبب. انت الحمد لله عندك الدنيا بتتحسن، بس زي ما العزيزه نهاوند قالت، احنا محتاجين نحسن جامد جدا من المعامله والاسلوب. سلوك طبعا. يعني لازم نستثمر في العنصر البشري جامد جدا في الفتره اللي جايه دي. لكن الحمد لله انا بقول لحضرتك في تقدم. الفنادق العاليه كمان بدات تشتغل كويس، عندها نسبه الاشغال عاليه جدا هنا وفي الحمد لله. ما نقدرش نقول اكتر من انه الحمد لله كل يوم. الحمد لله كل يوم في 10 زملاء في القطاع الارشاد السياحي مثلا، اللي انا بقيس من 10 او 20 من اللي كانوا قاعدين في البيت بداوا ينزلوا، بدا التليفون يرن، خلينا نقولها كده، التليفون بدا يرن، فاضي في كذا، طبعا فاضيين، فالشغل بدا يرجع، بدا يبقى موجود. ولكن اللي هيزود الشغل اكتر ان احنا نحسن معامله الناس. طب. واللي يجي يروح يتكلم يقول. اقول لحضرتك على خبر جميل جدا، عشان انتوا بتحبوا دايما الحصري دايما بتخص صباح اون باخبار حلوه وحصريه دايما. الحصري من ثلاث ايام كان في احتفاليه كبيره جدا، وهي المزج ما بين الفن الحديث والفن المصري القديم، اتعملت في المتحف المصري. عاوز اقول لحضرتك ولا حفله الاوسكار، اغنى اغنياء العالم، فنانين، وزراء، مثقفين من كل حته في العالم، وكذلك المصريين التقوا في المتحف المصري. شابه مصريه هي اللي جريت ورا الموضوع ده، اشتغلنا على الموضوع ده من سنه، بس الامانه لله لازم نديها حقها، هي اللي عملت الموضوع ده. نادين اسمها نادين عبد الغفار، بنت مصريه قدرت تجيب رعاه ينوروا. حلو قوي. طب استاذ وليد، عندي سؤال عشان الوقت بس، هل كان في تغطيه اعلاميه محترمه؟ هل كان في، بنتكلم هنا عن صحافه كمان غربيه بتتحدث، ولا الايفنت كان لينا كده في الداخل؟ عشان ده مهم جدا. لا، الايفنت بقى كان التغطيه، بص حضرتك، التغطيه الاجنبيه كانت يمكن اكثر من التغطيه المصريه. ودي شوفي حضرتك لعده اسباب، كان في سبب منهم ان بعض من الضيوف كان طالب ان ما يبقاش في تغطيه، وهي الست رفضت وقالت لا لازم يكون في تغطيه وتغطيه اعلاميه. كان في كذا محطه موجودين، التلفزيون المصري كان موجود، ولكن
الوكالات الاجنبيه كلها كانت موجوده، المحطات الأجنبية. ما هو ده بقى المهم، هو ده المهم استاذ وليد. على كل حال يا رب كده مزيد من الانجازات في مجال السياحه تحديدا. نشكرك استاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحه. نطلع